ما الفرق بين الجولة الأولى والجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التركية من حيث الخطاب السياسي لكل مرشح لناخبه؟ في الجولة الأولى ركز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنجازاته طوال أكثر من 20 عاما، تحدث عن الأنفاق، عن الجسور، عن المستشفيات، عن السفن الحربية، عن المسيرات، عن المحطة النووية وغيرها من الإنجازات. اختار لنفسه شعار الرجل المناسب في الوقت المناسب. منع كمال كليشداروغلو مرشح المعارضة. كمال كليشداروغلو ركز على الوضع الاقتصادي المتردي، على الغلاء المعيشي، على التأخر، وعلى أنه رئيس لكل فئات المجتمع، على حقوق المرأة، على حقوق المضطهدين، على حقوق الأكراد، وإن لم يقل ذلك علانية. وشعاره كان أعدكم بأن الربيع آتي. في الجولة الثانية استمر الرئيس رجب طيب أردوغان على نفس الخطاب السياسي للناخبي، أما كمال كليشداروغلو فتغير الخطاب السياسي وتوجه بشكل كبير إلى التصعيد أمام اللاجئين، وبشكل خاص التصعيد في وجه السوريين. الشعارات التي لا نراها الآن ولكنها موجودة في الشوارع هي السوريون سيعودون فصوتوا. هذا هو الذي يركز عليه في خطابه السياسي هذه المرة.